اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره دكتور احمد ثابت، واهم الارقام والاحصاءات الخاصه بهذه المباراه. ازيك يا دكتور؟ ويعني تعادل، يعني نشوف، عايز اسال من وجهه نظرك شفت التعادل ازاي؟ طبعا الحمد لله، يعني انا شايف ان النتيجه مقبوله. تعود اصل اقول مبروك. اه برضه فايلر والنادي الاهلي عودونا بالذات في الدوري ان انت كل ماتش فوز فوز. أيوه. طبيعي كان هيجي يوم ونتعادل فيه يعني، واكيد دي نتيجه مقبوله في ظل ظروف الارهاق، وان انت راجع يوم الاثنين من السفر واتمرنت تمرينه خفيفه يوم الثلاث وبعد كده بتلعب ماتش يوم الاربع، فده شيء طبيعي في ظل الارهاق. كمان بتلعب بفريق محترم، فريق زي ما قلت لحضرتك قبل المباراه ان هو فريق عنده شخصيه، اقل صاحب تاني اقل هزايم في الدوري بعد النادي الاهلي، متساوي مع نادي الزمالك برصيد 3 هزايم فقط. فريق بيعرف يعني الشوط الاول بيستدرج الامور وبيدافع ويحاول الشوط الثاني ان هو يخطف، بدليل ان هو اهدافهم كلهم في الشوط الثاني، يعني في الخمس مباريات سجلوا 5 اهداف مع كابتن حماده صدقي كلهم في الشوط الثاني. أيوة. فده برضو فريق، لا فريق يحترم، ولكن انا شايف النتيجه مقبوله في ظل الارهاق، خاصه كمان يعني التراجع الارهاق والمجهود البدني اللي احنا بذلناه في الفتره الاخيره. الحاجه الثانيه كمان ظروف المباراه، الكارت الاحمر واللي حصل وان احنا نتاخر في النتيجه ونرجع، لا فالنتيجه مقبوله جدا. يمكن شايف ان ده اول تعادل بعد 16 فوز. فايلر بيحاول ان هو يدي فرص لبعض اللعيبه وبيريح بعض اللعيبه، يعني احنا شفنا النهارده مثلا دخول احمد الشيخ، كذلك حسين الشحات ومروان محسن ما كانوش بادئين الماتش اللي فات، بيحاول يعمل عمليه الروتيشن ما عدا بس في الاثنين الارتكاز هم الوحاد اللي ما بيبدلوش او ما فيش عمليه مدوره ما بينهم، اللي هو اليو ديانج وعمرو السوليه. النتيجه مقبوله يعني مش وحشه، واكيد كان هيجي يوم مش الكوره مش مكسب بس، يعني مش هتفضل تكسب على طول، وكنا نتمنى ان احنا نكسر اكيد رقم مانويل جوزيه، ولكن يعتبر حاليا انت دلوقتي تاني اعلى يعني تاني اعلى سلسله فوز متتالي، ده 16 فوز متتالي، سنه مانويل جوزيه كانت 17 فوز متتالي، بالتاكيد هو النادي الاهلي وفايلر هم اللي عودونا دايما على المكسب. النهارده الارقام بتقول ان النادي الاهلي استحوذ على الكوره 60%، يعني انت استحوذت على المباراه بشكل كويس 60% مقابل سموح 40%، عملت 478 تمريره مقابل 303 لسموحه، المحاولات رحت على الجون اكتر يعني بكتير جدا، يعني انت عملت 16، النادي الاهلي عمل 16 محاوله منهم 5 صح، نادي سموحه عمل 5 محاولات فقط منهم 3 صح، يعني النادي الاهلي عمل 16 مقابل سموحه 5 محاولات، يعني كتير اكتر بكتير. الضربات الركنيه للنادي الاهلي، ارتكاب الاخطاء، سموحه ارتكبوا 22 خطا مقابل النادي الاهلي 20، الكرات العرضيه سموحه عملوا اكتر 21 عرضيه، وده دليل ان كان كابتن حماده صيدي بيلعب 4-3-2-1 بيعتمد على الاطراف اكتر، فعشان كده كانوا بيعملوا عدد عرضيات اكتر، ولكن طبعا المحاولات انت استحوذت على الكوره 60% اكتر وعملت محاولات اكتر 16 محاوله مقابل 5 محاولات لنادي سموحه. في بعض النقاط في المباراه شايفها ان هي مميزه، عمرو السوليه، عمرو السوليه بصراحه رغم الاجهاد ورغم الارهاق اللي بيمر بيه ورغم ان هو ما بياخدش فتره راحه الا ان هو يستحق التحيه، صراحه قدم مباراه هايله، ارقامه مميزه جدا، هو اللي يمكن هو اللي تسبب في ضربه الجزاء لصالح النادي الاهلي وحصل، وهو اللي سجلها في وقت صعب جدا. يمكن السوليه النهارده اكتر تاني اكتر لاعب قطع الكوره في المباراه في النادي الاهلي 17 مره، ده اول رقم مميز لعمرو السوليه. تاني حاجة ان هو اكثر من قام بمراوغات ناجحة، 5 مراوغات ناجحة. تالت حاجة ان هو اكثر لاعب عمل تمريرات طولية في النادي الاهلي 19 تمريرة طولية، وده كان دليل ان التكتل، فكان عمرو السولية دايما بياخد يعني المبادرة وبيعمل تمريرات طولية اكثر بتوصل ل 19 تمريرة طولية، فده رقم مميز جدا. وزي ما قلنا ان هو تاني اكثر لاعب قطع الكورة 17 مرة وفقد الكورة 5 مرات، عمل التمريرات القصيره 27 تمريره صح من 29، ده رقم كويس جدا. كمان حصل اكتر واحد حصل على اخطاء، يعني يعتبر حصل على 3 اخطاء وتسبب في ركله جزاء وحصل على ركله جزاء، وكان ليه محاولتين على المرمى منهم واحده صح، وبالتالي عمرو السوليه قدم مباراه يعني جيده جدا في التوقيت، كمان الهدف ان هو يشوط ضربه الجزاء في الوقت ده. عندنا برده لعيبه مميزه في ضربات الجزاء، عمرو السوليه واحد منهم، هو كان سجل برضه من اللعيبه اللي سجلت في مباراه السوبر، وبالتالي انت بصراحه عمرو السوليه يستحق التحيه على الاداء في الفتره الاخيره، وقدم مباراه ولا اروع كمان في مباراه سان داونز، يعني دي تاني مباراه عمرو السوليه بيتفوق فيها بصراحه على اليو ديانج في الارقام. عمرو السوليه في الفتره الاخيره تتويج لمجهوده النهارده، بيقدم اداء مميز جدا جدا جدا، ده بالنسبه للسوليه. تاني واحد بصراحه صلي على الحبيب كده احمد فتحي ب 100 لعيب. احمد فتحي بسم الله ما شاء الله، تحطه باك يمين تلاقيه، تحطه باك شمال تلاقيه،
تحطه مساك تلاقيه النهارده بيلعب مساك مره في الشوط الاول، كل الفتره الاولانيه كان بيلعب ناحيه الشمال، ففي الشوط الثاني بدا يروح ناحيه اليمين لما مع ربيعه، بعد كده لما ربيعه اتطرد بقينا بنلعب ب 3 4 2 3 ورا. فكان احمد فتحي بصراحه يعني عمل مباراه جيده جدا النهارده. احمد فتحي اكتر لاعب قطع الكوره في النادي الاهلي 21 مره، قدامنا الارقام على الشاشه 21 مره، قلنا ان السوليه 17 مره، احمد فتحي 21 مره، رقم مميز جدا لاحمد فتحي. احمد فتحي تاني اكتر لاعب عمل تمريرات طوليه بعد عمرو السوليه، عمرو السوليه 19، احمد فتحي 13، منهم اربعه صح. التمريرات القصيره لاحمد فتحي كمان هو اكتر لاعب عمل تمريرات في المباراه، عمل 58 تمريره وده رقم مميز لاحمد فتحي، وكمان كان ليه محاوله على المرمى. وفي لقطه مهمه جدا لاحمد فتحي منع فيها هدف، اللي هي اللقطه اللي كانت في بص حضرتك، اللقطه دي منع فيها هدف محقق، ده احمد فتحي بيلعب مساك هنا، وطبعا هو من مركزه مش مساك، فبسم الله ما شاء الله بتحطه في اي حته. انا بعتبر اللقطه دي واحده من لقطات المباراه لاحمد فتحي بصراحه، اللقطه اللي انقذ فيها هدف محقق، غير برده اللقطه اللي بعد كده اللي هنتكلم فيها مع محمد الشناوي، ولكن اللقطه دي تستحق التحيه لاحمد فتحي عليها. وزي ما قلنا اكتر لاعب قطع الكوره في الماتش احمد فتحي 21 مره، وبالتالي احمد فتحي بسم الله ما شاء الله زي ما شفنا التغطيه والكفرنج لجوه، يعني بسم الله ما شاء الله. ده بالنسبه لاحمد فتحي. بعد كده برده الشناوي النهارده انقذ فرصتين محققتين، اثنين الاثنين جوه الصندوق، دي برده تعتبر ان هي ساعدتنا ان النتيجه تطلع بالشكل ده. الشناوي عنده ثبات في الفتره الاخيره كالعاده الحقيقه، يعني هو خرج على الكرات العرضيه بشكل صحيح 4 من 4، لو شفنا حتى الانفراد اللي هو انقذه فيه الشناوي، دي الارقام قدامنا على الشاشه، انقذ 2 انقاذ داخل الصندوق، خروج صحيح على العرضيات 4 من 4 ولا واحده غلط، خروج صحيح من المرمى لابعاد هجمه 3، يعني ارقامه طبعا استقبل هدف وعمل 11 تمريره طوليه. وبالتاكيد الشناوي لو استعرضنا برده الانفراد اللي شاله، فالشناوي برده كان واحد، ادي الانفراد، ادي اتلعب التمرير طولي في ظهر المدافعين، الشناوي شالها على مرتين، واحده والثانيه، وبالتالي الشناوي برده دي واحده من لقطات المباراه لمحمد الشناوي، زي ما جبنا بتاعت احمد فتحي محمد الشناوي كذلك. رقم 4 في تقييم او تحليل اداء اللاعبين بصراحه اليو بادجي، اليو بادجي بمجرد نزوله الشكل بتاعنا اتغير، مهاجم مكسب كبير جدا للنادي الاهلي. هقول لحضرتك على ارقام مميزه لاليو بادجي. اليو بادجي استلم الكوره من زملائه، يعني هو نزل في الدقيقه 57، يعني لعب 33 دقيقه، استلم الكوره بشكل صحيح من زملائه 15 مره، ولا مره استلم الكوره بشكل غلط. التمريرات بتاعته 9 من 11، يعني عنده 2 تمريره خطا من 11، فاز بكامل التحام هوائي 3. ده محطه بينزل بيستلم بشكل كويس جدا، بنعرف نطلع عليه. قطع الكرة مرة وفقد الكرة مرتين، وكان ليه محاولتين على المرمى في 33 دقيقة لعبهم، منهم واحدة صح اللي هي لعبها براسه، وبالتالي أنا شايف إن أليو بادجي مكسب الحقيقة، مزعج، مهاجم شرس، عنده حتى لما نزل في مباراة صن داونز نزل وهجام، راح وجاب ضربة جزاء، برضه النهاردة لما نزل أنا نفسي ياخد بصراحة من البداية بادجي، أعتقد إن هو مهاجم مكسب كبير قوي للنادي الأهلي، هيفرق بشكل كبير جدا، أنت الفترة الجاية بتبني عليها بادجي، واحد زي بادجي ده لما ياخد ويسجل في المباريات الجايه هياخد الثقه. كذلك رمضان صبحي لما يرجع هيفرق برضه، ولما يرجع يعني انت عندك بادجي ورمضان صبحي لما ياخدوا اعتقد ان هم هيدوك قوه وشراسه هجوميه كبيره للنادي الاهلي. كذلك برضه وليد سليمان يمكن لما نزل كان ليه محاولتين على المرمى، محمود وحيد لما نزل عمل عرضيتين، فالتغييرات برضه كانت نوعا ما جيده. ولكن باقي ارقام اللاعبين لو بصينا على أيمن أشرف، أيمن أشرف ليه رقم مميز في حتة الدور الدفاعي، يمكن هو قطع الكرة 15 مرة، ما كانش ليه دور هجومي كتير، يعني هو عمل عرضيتين بس صح، ده بالنسبة لأيمن أشرف. أليو ديانج أعتقد إن هو محتاج شوية فترة يريح في مباراة، لأنه أرقامه ما عادش زي اللي هي إيه، ما عادش بيعدي مثلا 12 في قطع الكرات أو كده، فواضح إن الجانب البدني عنده محتاج يريح شوية، قطع الكرة النهاردة 9 مرات. مقارنة مثلا بالسوليه 17 مرة، كنا دايما بنشوف في المباريات اللي قبل كده ان اليو ديانج بيتفوق في الرقم ده على السوليه، لكن السوليه بسم الله ما شاء الله بيمر بحالة زي ما قلنا ولا أروع في الفترة الأخيرة. محمد مجدي قفشة صنع فرصتين وكان ليه محاولتين، قدم برضو يعني نوعا ما مباراة، مش صنع فرصة للشيخ وصنع فرصة لفتحي. في اثنين كمان لعيبة الأجنحة بتاعتنا بالنسبة لأحمد الشيخ وبالنسبة لحسين الشحات. أحمد الشيخ أنا شايف إن هو أرقامه نوعا ما جيدة، الارقام بتاعته انت بتتكلم في لاعب اكتر لاعب عمل محاولات على المرمى الشيخ، انا شايف الشيخ بيحاول بصراحه، الشيخ بيحاول يعني عمل 4 محاولات،
ليه دور دفاعي كويس، قطع الكرة 9 مرات. انا شايف الشيخ لا مش وحش يعني، الشيخ بصراحة جيد، قطع الكرة 9 مرات، صنع فرصتين، عمل 4 عرضيات، عمل محاولات على المرمى، يعني تحس ان هو فعال نوعا ما. حسين الشحات بيمر يعني في النهارده ما كانش، كان غير اداؤه غير موفق شويه، ما كانش ليه محاولات على المرمى وما صنعش ولا فرصه نوعا ما، كان اقل استلام للكوره برده، فقد الكوره برده 4 مرات. ده بالنسبه للجناحين يعني، حسين الشحات انا شايفه غير موفق، احمد الشيخ شايفه ان هو قدم اداء نوعا ما في الدور الدفاعي وفي المحاولات على المرمى. نيجي بقى لمروان محسن، مروان محسن مسته في الفوز بالالتحامات الهوائيه ولكن ما قامش بمحاولات على المرمى عكس بادجي. بادجي لما نزل كان اكتر شراسه شويه، كان بيروح على الجون اكتر، يعني مروان ما كانش ليه ولا محاوله في ال 90 دقيقه، ما عملش ولا محاوله، عكس بادجي نزل 33 دقيقه راح على الجون محاولتين. فهنا انا بشوف ان بادجي مزعج شرس، مهاجم افريقي برده مكسب للنادي الاهلي بصراحه. ده بالنسبه لبادجي يعني. اذا من يستحق ان يكون نجم هذه المباراه؟ عمرو السوليه. عمرو السوليه الاول. عمرو السوليه ثم احمد فتحي. ثم احمد فتحي، بالفعل هم يستحق الحقيقه الاثنين ان يكون افضل نجوم هذه المباراه. انا بشكرك شكرا جزيلا يا دكتور. شكرا وبالتوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله في الفتره الجايه. شكرا جزيلا دكتور احمد ثابت. هطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل كريم سعيد هتكلم معاه في اشياء فنيه هامه جدا. وبعد كريم الحقيقه هيكون معايا ايضا كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر عباس بيقول انا محضر لك شويه مفاجآت هتشوفهم على الهواء مباشره مع حضراتكم، ولكن خلينا نطلع بس فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل كريم سعيد وهتكلم معاه في اشياء هامه جدا في النواحي الفنيه للنادي الاهلي في هذه المباراه.